الفقر هو النتيجة المشؤومة لنظام حكم الملالي. لا يوجد مجتمع يرتمي في أحضان الفقر إلا إذا ساده فساد واسع النطاق، كما أنه في أكثر البلدان فقرا نجد أن الحكومة قادرة على مساعدة شعبها إذا كانت حكومة شعبية رحيمة تتمتع بالإنسانية. ولكن ماذا يحدث في إيران العائمة على بحر من النفط والغاز، فضلا عن وجود العديد من المعادن والحدائق والأراضي الزراعية والصناعات؟ شما باور میکنید در ماهی که 30 روز فلاکی ما یه وعده غذای گرم نده؟ مگه چطور بشه بندگان خدا نظری چیزی داشته باشن که بیارن اینجا تقسیم کنن که به ما هم برسه؟ میگن مسلمانی اگر بچه خانواده اگر با کسی شما برخورد میکنید با یه آدمایی که لوندش تو بله بگین آقا رای ما باید چیکار کنیم؟ کی باید بگیم؟ کجا باید بره؟ انسانیت اینه؟ اینجا یا جنایت اینا چرما بوده اگه کسی نیست که بیاد درد مال نیست که ده بیاد ببین از باز بیاد که ما باید بچه مریض تدازوی اینجا سر میخواب اینجا به خدا رسک میخواب. إن الأشخاص الذين لجأوا إلى السكن في المناطق العشوائية والكهوف وبين القنوات وضواحي المقابر ليسوا بالعدد القليل. يبدو أن المشكلة لا تقتصر على حياة العائلات الضعيفة غير المحصنة فحسب، بل إن الشباب الذين قضوا حياتهم في التعليم والتحقوا بالجامعة حاملين آلاف الآمال والتطلعات نجدهم الآن عاطلين عن العمل رغم أنهم حاصلون على شهادات جامعية. اینم نتیجه 41 سال حکومت جمهوری جهل و جور و فساد. اینم سرنوشت جوانای ما. متاسفم. پنجشنبه 26 تیر، اینم از نتیجه 40 سال حکومت مقدس. وانظروا أيها السادة إلى هذين الزوجين المسنين اللذين لا مأوى لهما وأجبرتهما الدنيا على اللجوء إلى أحد المراحيض العامة للعيش فيها. في كل مدينة في إيران تجد صدمات الحياة تؤذي النفس البشرية، فهناك من ليس لديهم أي مأوى ومعين، وهذان الزوجان المسنان المشردان لجأ إلى العيش في أحد المراحيض العامة. فيا لها من سعادة غامرة وعدل لا عدل فيه نتمتع به في ظل النظام الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه الاستبدادي. والحقيقة المؤكدة هي أن نسبة المسنين والشباب والمهمشين وذوي المكانة الاجتماعية المرموقة، أي كل إيراني، مستهدفون من سياسات نظام الملالي المناهضة للشعب. إن حياة الشعب الإيراني ما هي إلا لعبة للسياسات القذرة لنظام حكم الملالي، ولكن ما هي نهاية هذا الاضطهاد والاستبداد؟ زیر سایه نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مطلقه هستیم. لقد أوصل نظام الملالي أبناء الوطن إلى نقطة أصبح فيها الحصول على أدنى متطلبات الحياة البسيطة بابا من أبواب الرفاهية. مگر دولت کاری نکند به خاطر فقر و گرسنگی و فشار محرومین مردم روزی خواهند ریخت ما رو از مجلس و دولت مردان رو از دولت بیرون خواهند کرد. خیلی زمان نمیبره. والجدير بذكر أن الإيرانيين يزدادون فقرا كل يوم، وفي حين أن سعر صرف الدولار وصل في بداية هذا العام إلى 16,000 تومان، بيد أنه تجاوز الآن حدود 26,000 تومان. والحقيقة هي أن الغلاء المطلق العنان أدى إلى انحناء ظهور الناس وإلى اقتراب الاستياء إلى نقطة الانفجار، نظرا لأن الكثير من الإيرانيين لم يعد لديهم ما يبكون عليه. ومن المؤكد أن نهاية تراكم هذا الغضب العارم هو الانفجار الكبير الذي يأكل في طريقه الأخضر واليابس.